مرحبا برج الحوت، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة راح تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي من الكواكب عندك موجودة في برج الحوت. عزيزي المتابع، لازم أنت اللي تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا. هذه القراءة عامة مو قراءة عاطفية، راح نتناول فيها الجوانب العامة من الحياة، الأموال، الوظيفة، الأعمال، حتى الصحة والحياة العاطفية فقط بشكل مختصر وسريع. خلينا نشوف أول جانب عندنا هني. الكارت اللي موجود تحت له دلالة، دلالته لأن هذا كارت الرجل المعلق، أوكي؟ أحد الكروت اللي يقولون بعض علماء التارو إنها هي تخص برج الحوت. بما معنى هذا الشهر راح يكون سهل عليك، راح تكون في موطن قوتك، حتى التغييرات اللي تصير راح تشوفها ان تغييرات سهلة ايجابية تحب تتعامل معاها، سهل تتعامل معاها، اوكي؟ راح تكون في موطن قوتك. الاموال يا برج الحوت. 10 الاغصان، نفس ما قلت لبرج الدلو، هذا الكرت تحت كرت العاشقين، اوكي؟ يوضحه. 10 الاغصان هني تقول لك محتاج انك تكون حريص اكثر في امورك المالية، لان مو مسألة إنه ما راح تأتيك أموال هذا الشهر، وإنما طريقة إدارتك لهاي الأموال. لا تستعجل وتصرف، لا تستعجل وتصرف بالضبط. دائما راح يكون في دخل متجدد عندك في الفترة القادمة، ولكن هني الخماسي الصغير، سواء الدخل كان صغير أو كبير، إدارتك له هي اللي تفرق، أوكي؟ الكثير من التجار احنا نشوفهم ونعرف ماضيهم انهم كانوا جدا فقارة، فشلون قدروا يحققون يبنون كل هالامبراطوريات؟ اضطروا في فترة من الفترات ان يضغطون على نفسهم، يتجنبون الصرف، يكونون حذرين في المصاريف. كلنا نعرف هاي النوع من القصص، اوكي؟ الجانب الثاني، خلينا نشوف الوظيفة اللي منكم يعمل او عنده وظيفة. 10 الأكواب، موظف الشهر، أوكي؟ راح تحصل نوع من، إن شاء الله، إما ترقية، إما يعطونك نوع من التقييم. التقييم راح يكون جيد، أوكي؟ رأي رؤسائك في العمل راح يكون جدا جيد فيك، فريق العمل راح يكون متفاهم معاك، في انسجام، في تعاون، في حس المبادرة، كلكم راح تكونون على نفس الصفحة. جدا مريح للعمل مع زملائك وحتى مع مدرائك، راح يكونون جدا متقبلين لأي أفكارك، تحركاتك، وعاطينك نوع من الحرية إنك تتحرك، إنك تبدع. وكلنا نعرف برج الحوت إذا حاب يبدع شنو يصير. خلينا نشوف الحين جانب المشاريع، اللي منكم عندهم مشاريع أو يحبون إن يبتدون في بزنس خاص. ملكة الأغصان، هذه الملكة لما نشوفها دائما تقول لك لا تتنازل، أنت صح ولكن محتاج إنك تتمسك بموقفك، أوكي؟ شوف، أحس إن إذا عندك مشروع، موظفينك أو الأشخاص اللي أنت تعمل معاهم راح يحاولون يديرون المشروع بطريقتهم الخاصة أو يغيرون فيه. محتاج إنه يظل عينك على الهدف وتظل متمسك بموقفك، مثلا تظل متمسك بخدمات، بمستوى خدمات معين، تظل متمسك بمثلا توقيت تسليم معين. احنا هاي الطلبية وصلت الحين، لازم خلال هذا الوقت احنا مخلصينها. هذا الكارت يقول لك لا تخلي اللي عندك في مشروع يتصرفون على راحتهم، لان احتمال على راحتهم راح يكون غير عن رؤيتك الخاصة للمشروع. عندك شيء ثمين لازم تحميه، وتحميه عن طريق انك تظل انت رئيس عليه، اوكي؟ خليك حاضر في الفترة القادمة في مشروعك الخاص، حاضر بقوة وعنيد، خليك عنيد أيضا. بعض العناد، أوكي، بعض الإصرار على الرأي، تعرف إن بعد سنين، بعد شهور، تعرف إن أنت كنت على صواب، ولو خطيت الخطوة للآخرين كانوا يبونك إنك تسويها في بزنسك، تنزل الأسعار على كيفهم، ترفع الأسعار على كيفهم، بتشوف إن هذا الشيء كان راح يأذي مشروعك. فتمسك برأيك الخاص مو برأي الآخرين. خذ المشورة، خذ النصح، ولكن في النهاية أنت اللي تقرر. خلينا نشوف الدراسة يا برج الحوت.
السيفين، طاقة الحيرة. أوكي، عندك تخوف معين من النتائج؟ أحس يعني إن في شخص أجنبي، أوكي، أو في شخص يأتي من ثقافة مختلفة، من دولة مختلفة. هذا الشخص أنت مش واثق فيه، ولكن مضطر أنك تثق فيه بخصوص الدراسة. يمكن هو مستشارك، يمكن هو الشخص اللي القائم على تدريسك. زين، عندك هني مشكلة في الترانزليشن، الترجمة، مو عارف تترجم أو تفهم طبيعة هذا الشخص شلون يفكر. أحس هني برج الحوت دائما عندك طاقة المياه، تعرف شلون تحس بالآخرين حتى بدون ما يتصرفون. هذا الشخص مسبب لك نوع من التحدي شوية، مو عارف تمسك مفتاحه، متوقف موافقة هذا الشخص أو تقييمه لك في الدراسة يتوقف عليه مستقبلك، ولكن في نفس الوقت عندك حيرة لأنه مش عارف مفاتيحه. المفاتيح الأسلوب اللطيف، الأسلوب الجاد، الاجتهاد. لحد الآن أنت في عدم تأكد. من طاقته هذا هني أحس أن هذا الشخص نفسك، ترى عنده نفس النوع من المخاوف. ممكن يكون مدرسك أو بروفيسورك في الجامعة. هذا الشخص أحس بنوع من الوحدة، أوكي، لأنه انتقل من مدينة إلى مثلا المدينة اللي فيها مدرستك. هذا مدرس جديد، مدرسة جديدة، انتقلوا مسببين لك أنت حيرة، وهم أيضا يحسون بنوع من الوحدة. إذا قدرنا نفهم الآخر نعرف شلون نتفاهم معه. كل اللي محتاج أحسه في الوقت الحالي أن شخص يبدي، هذا المدرس، أن شخص يبدي اهتمامه بمادته، يتكلم معاه، يسأله، يحتك فيه، يتناقش معه، لأن عنده نوع من الصمت والوحدة. صار عنده انتقال أو انفصال، منفصل، ما صار لفترة، انفصل من زواج، أوكي، أو ارتباط، أو انتقل من مدينة إلى المدينة اللي أنت فيها جهتك التعليمية. خلينا نشوف الباحثين عن عمل، شنو الرسالة لكم؟ سريع، سبعة الأكواب، أوكي، راح تكون في الكثير من الفرص اللي تجيك مثل السيل، أوكي، قوية جديد تندفع. أنت ما تدري هالفرص، كانت الأمور متأخرة عندك، كانت الأمور يمكن حتى متعسرة في مجال البحث عن وظيفة، فأنت مستغرب شلون كل هاي الوظائف صارت متاحة لك في وقت قصير. ركز، أوكي، لأنه مو كل الأكواب فيهم ذهب، مو كل الأكواب فيهم ورود، مو كل العروض جيدة. لازم تكون حذر شنو تختار لنفسك. بعض الأكواب فيهم أفاعي، أوكي، هذا أيضا طاقة اللي شوف. يمكن يا برج الحوت المسألة مو أن أنت تبحث عن وظيفة وما في وظائف، يمكن أن أنت الوظائف قاعدة تأتيك مع بعض تسبب لك تشويش، أوكي، فتقرر أنه ما راح تختار أي واحد منهم، أوكي، لأن بعضهم مو متأكد بخصوصهم، تقول خلاص ما راح أختار. حاليا راح أظل أيضا عاطل عن العمل لحد ما يجيني عرض بروحه، ولكن راح يكون في عروض في الفترة القادمة. بعض العروض احتمال حتى تأخذك إلى مكان، إلى مدينة، إلى انتقال إلى دولة ثانية، إلى مجال مختلف. أنا أشوف هنا إن بعض العروض راح تتطلب منك إن أنت تغير من نفسك، مجالك، سكنك. إنزين، خلينا نشوف الحياة العاطفية بشكل عام للمرتبطين، سواء أنتم مرتبطين أو منفصلين. شلون راح يكون التوافق بينكم في شهر سبتمبر مع الشريك؟ ثلاث الخماسيات، هذا كارت بالنسبة حق العلاقات العاطفية، معناه إن خل نتكلم، أوكي، خل نتكلم. في شخص هني قاعد يقول لك ما أقدر أعطيك الزواج الحين، يمكن بخصوص بسبب أوضاع المادية، أوضاع المعيشية، أوضاع في الوظيفة. حتى لحد الآن ما حقق الاستقرار اللي هو يطمح له، عشان كذي مأجل الخطوة الكبيرة، خطوة الزواج، خطوة الأطفال، خطوة يمكن حتى إن أنتوا تسكنون مع بعض. ما أدري، في تأجيل يطلب منك الشريك، تأجيل يريد أن يحادثك بصراحة من دون أن تزعل. إنه في الفترة القادمة راح يكون تركيزه منصب على الأموال، الخماسيات، عشان يحقق الاستقرار. لأن دائما الكثير من الأشخاص يقول لك ما أقدر أستقر قبل ما أكون متزن ماديا. انزين، خلينا نشوف الصحة.
سبعة سيوف. في أعراض، أوكي، أعراض يخص هني إما العضلات إما الشرايين، تعب عندك في العمود الفقري، في عظام، في عضلات، في شرايين، ألم يأتيك في منطقة معينة، ولكن أنت هني صاير في طاقة الوشي واشي، تتمنى أن هذا الشيء يروح بدون حتى ما تضطر أنك تتعامل معه. بعض الأعراض فعلا ينفع معاها قانون الجذب، لما ما نفكر فيها تروح، المرض يروح، المشكلة تروح، حتى الأعراض تروح. ولكن بما أن عندك كرت الحرامي في مجال الصحة، معناته محتاج فعلا أن تواجه الموضوع وتفحص، لأن إذا فحصت راح تشوف أن في شيء في الفحوصات يبين، في شيء قاعد يسبب لك هذا الألم. هذا الألم أو الإبرة الواحدة اللي أنت محتاجها تقدر تشيل من عندك كل هالمشكلة، بس ما راح تقدر تتخلص من المشكلة إذا ظليت تداري وما عرضت نفسك على طبيب. أوكي، خلينا نشوف الأمور القانونية يا برج الحوت. إذا عندكم أي قضية حاليا متوقفة في النظام القضائي، في كذا كارت انقلب، ولكن أحسهم يميلون إلى المعنى. أول شيء عندنا خمسة الأغصان. في الفترة القادمة في طرف ثالث ورابع وخامس راح يدخلون في الحسبة في محكمتك. يعني مثلا لو أنت بس كنت تطالب بحضانة الأطفال، أنت مع شريكك السابق في مواجهة في المحكمة، راح تشوف إن في أشخاص يتدخلون، أحد الأهل، أحد أقاربك أنت وأهلك، أو أحد أقارب الشريك، الشريك الثاني لشريكك يتدخل يحاول يسوي شوشرة. الموضوع هني أحس إنه ابتدى ينحل، لأن عندنا وراه كرت ثمان خماسيات. كنت على وشك التوصل إلى تفاهم، إلى حل وسط يرضي الجميع، ولكن ظل فيهني أشخاص دخلوا عرض في الموضوع، خربوا عليكم. تدخلوا، شافوا إن لهم حق ولهم أولوية إن يبدون رأيهم. زين، يمكن حتى غيروا موقف شريكك، صار فيني نوع من الاستغراب، أو راح يكون في نوع من الاستغراب من جانبك أنت لهاي التغيير السريع في نفسية هذا الشخص الخصم. إما إن في الفترة القادمة راح يكون ما يبي أي نوع من التسوية أو الحلول الوسطى، أو إن راح يكون يبي هذا الشيء، يا يمين يا يسار. أنت هني كأنما قاعد تستغرب دوافعه، دوافعه إنه هو هذا الشخص إذا كان مثلا أتى في طريقه ويبي تسوية أو حل وسط، لأن عنده مشاكل خاصة، دراما خاصة في حياته يريد أن يتعامل معها. هو أيضا هذا الشخص يبحث عن السلام، يبحث عن الحل. أوكي، خلينا نشوف الحين يا برج الحوت شنو الطاقة اللي راح تتحداك خلال هذا الشهر. طاقة التحدي أو الاستفزاز. أكثر من كرت طاح، وباخذ هذا الكرت لأنه طاح بروحه. أوكي، anger and change. شوف، أحس هني إن التحدي راح يكون أمامك، إن أنت ما تغضب. أوكي، في مواقف راح تمر فيها خلال هالشهر تحسسك بالفرستريشن أو الغضب، قلة الحيلة، تحس إن الآخرين رأيهم تصرفاتهم هي اللي قاعدة تأثر على حياتك. هذا كارت يخص أيضا الوهم، إحنا نتوهم هذا الشيء. في النهاية، في نهاية المطاف، ما حد يقدر يقرر ردة فعلنا تجاه موضوع معين. لو مثلا أتى فلان وضربني، أو أتى فلان وأخذ مني حق، أو غلط علي في الكلام، مو فلان هو اللي يقرر أنا شلون أحس بخصوص الموضوع. لما أنا أقرر إني أسكت أو أتنازل أو إني أسامح، إني أكون الشخص الأكبر، مو لقلة الحيلة، اعكس الطاقة، بس بسبب إن أشوف إن في أمور أهم في حياتي تستدعي إن أحط طاقتي فيها، في استثمار أفضل لوقتي، طاقتي، وجهدي. لا تفكر ان الاخرين هم اللي لهم يد عليك وسلطة عليك، ابدا. هذه الطاقة اللي راح تتحداك، خلينا نشوف الطاقة اللي راح تعاونك او تكون حليفتك. هذا الكرت تكرر حق وايد من الابراج، ممكن يكون ان الطاقة عامة مشتركة. The Ice Queen، ملكة الجليد، يتكلم لك عن Ideas Preserved، الافكار محفوظة. بالضبط، خلي اللي داخل نفسك داخل نفسك، مو لازم تقول، وانت برج الحوت ذكي في هذا الشيء،
مو لازم تقول كل شيء يأتي في بالك، مو لازم كل نية عندك، كل خطوة راح تخطوها تقول للآخرين. تقدر تقول لهم إن شاء الله أوكي، وبعدين تروح تسوي اللي أنت تبيه. هذه من أفضل سياسات الحياة، إن أقول لهم إن شاء الله أو أتفق معاهم لما يتكلمون، وبعدين أروح أسوي اللي في بالي. نون أكشن، عدم اتخاذ أي أفعال، انتايتلمنت، نحس إن لنا حقية. أوكي، أنت على صواب، هذا الكرت يقول لك أنت على صواب، ولكن لما نكون فعلا واثقين من داخلنا إحنا على صواب، ما نحس إن لازم نثبت نفسنا لأحد، أو لازم نظهر ردة فعل قوية. عرفت؟ هذا الطاقة محتاج إنك تستمدها أكثر، طاقة الهدوء الداخلي، الهدوء النفسي. لأن تشوفني في الصورة امرأة حاطة راسها ومرتاحة وما قاعدة تفكر ولا قاعدة تحاتي أو تقلق. خلينا نشوف المفاجأة لك. الكوب الأول، شخص يبدي إعجابه فيك، مو شرط عاطفيا، ممكن الإعجاب مو بس فقط في الحب، ممكن تكون صديق أو شخص بعيد عنك دائما كان يلاحظك، لكن ولا مرة حاول يتقرب منك، يتعرف عليك، يتشجع إنه يتعرف عليك، يكلمك. أشوف هني تبادل الحديث. ممكن أيضا شخص أبدا لم يخطر على بالك يأتي تجاهك في الفترة القادمة خلال هالشهر ويبدي إعجابه فيك ويحاول إنه يتقرب منك، عنده نوع شوية من الخوف. لا تنسى إن إحنا ابتدينا هذا الكرت، ابتدينا سوري هاي القراءة بكرت الرجل المعلق كطاقة عامة. زين، فيمكن كان عنده لفترة طويلة قاعد يراقبك من بعيد، يريد أن يتكلم معك، يريد أن يفتح معك موضوع، بس خاف.